ينضم الينا في الاستوديو استاذ الاعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. حياك الله دكتور عبد الله معنا. اهلا نفلح، حياك الله دكتور عبد الله. يعني تنسيق سياسي سبق ارسال قوات الى الممرات البحريه لحمايتها، مستجدات وملفات هامه في المنطقه حاليا دفعت برئيس الوزراء شينزو ابي الى زياره السعوديه وعدد من الدول. حدثنا عن الملف السياسي تحديدا. اولا قبل ان نتكلم عن الملف السياسي، خلينا نتكلم عن العلاقات السعوديه اليابانيه. هي بدات تقريبا قبل 6 عقود، لكنها ترسخت في عهد خادم الحرمين الشريفين. بلغت العلاقات السعوديه اليابانيه كما حضرتك ذكرتي في التقرير، اصبحت فعلا انموذج للعلاقات بين الدول. واذا نظرنا الى الدستور الياباني، الدستور الياباني فرض على القوات اليابانيه الا تعمل الا في اطار الدفاع عن النفس، لكن استجابه لطلب المملكه العربيه السعوديه عندما ناشدت العالم بأن تكون هناك تحالف دولي لحماية الممرات المائية، وأن مسؤولية أمن الطاقة ليست فقط على المملكة العربية السعودية. صحيح المملكة هي ضابط إيقاع أسعار الطاقة، لكن الممرات المائية تبقى أيضا مسؤولية جماعية على الأسرة الدولية، وأيضا تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لعالي البحار اللي نصت على أن الممرات المائية يجب أن تبقى آمنة. صحيح. سلما حربا يجب أن تبقى آمنة مفتوحة، ليست ملكا لأحد. اليابان من منطلق الشراكة الاستراتيجية بينها وبين المملكة العربية السعودية استجابت لهذا النداء من المملكة العربية السعودية، عززت او غيرت جزء من مبادئها، وحولت انها فعلا ستشارك في هذه الحمله الدوليه لامن الممرات المائيه. ارسلت اليوم بالمناسبه طائرتين، وفي بدايه الشهر القادم سترسل السفينه اليابانيه لتصبح ايضا تتشكل العقد الياباني لدوريات امنيه بحريه لتضمن امن الملاحه البحريه في الخليج العربي. عطفا على ما اليوم ما يجري نفله في الخليج من عربده ايرانيه والاحداث اللي تصاعدت بالأمس. صحيح. وغيرها، هذا فعلا يستوجب اليوم تكثيف العمل السياسي والأمني في المنطقة، لأن العالم فعلا لا يمكن أن يتنبأ إلى أي مدى تفعل طهران. طهران في السلاح التقليدي أسقطت طائرة أوكرانية لم تحسن استخدام هذا السلاح التقليدي سهل الاستخدام، فما بالك وإذا تمكنت من استخدام سلاح ردع أو سلاح نووي. ولذلك اليابان دائما تشاطر المملكة العربية السعودية في هذا الملف وفي غيره من الملفات، لكن في هذا الملف تريد أن تبقى منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح النووي، لأنه فعلا سلاح خطير جدا. اليابان جربت في نكازاكي وهيروشيما أخطار السلاح النووي، وهي اليوم تشاطر المملكة في دعوات في المحافل الدولية. أيضا هي تشاطر المملكة العربية السعودية في الملف اليمني، في قضيتنا الأولى وهي القضية الفلسطينية دائما ما تدعم الصوت السعودي في الحق الفلسطيني، أيضا تدعم الملف الصوت السعودي في الملف السوري وعودة السوريين المهجرين والملف الإنساني وغيرهم. إذا هي قريبة جدا من الرؤى السعودية. صح. الباحثة عن السلام في المنطقة. نعم، أيضا الاتفاقيات في الجانب الاقتصادي، إذا تحدثنا دكتور عبد الله، الاتفاقيات المشتركة بين السعودية واليابان لدعم وتفعيل رؤية المملكة 2030 وتطلعات اليابان أيضا للاستثمار في السعودية. هذا جيد نفلة. اليوم مرة أخرى أعود إلى أنه الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه هو أيضا عراب هذه الرؤية، وهو أيضا من فعلا قاد العلاقات السعودية اليابانية الاقتصادية في مرحلتها الحديثة. اليابان لديها رؤية 2030، السعودية لديها 2030، اتفقتا الرؤيتان في كثير من الجوانب الاقتصادية. تم افتتاح مكتب سعودي في طوكيو ومكتب ياباني في الرياض لتعزيز ملفات الرؤية الاقتصادية. أصبحت هناك اجتماعات بين المسؤولين عن تنفيذ الرؤية، ناقشوا أكثر من 11 ملفا اقتصاديا للرؤية مشتركة ما بين المملكة واليابان. اليابان تعتبر هي ثاني أو ثالث شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، وثاني شريك أو مستثمر عفوا في الصناعات البتروكيماوية. السعودية واحد من العشر الكبار الشركاء التجاريين لليابان. الحقيقة إذا نظرنا إلى العلاقة السعودية اليابانية بنظرة بانورامية وليست فقط من الجانب الاقتصادي، نجدها نظرة تكاملية في الجانب الثقافي، في الجانب التعليمي، في الجانب الأمني، في الجانب التقني، في الجانب الصحي، في جميع الأمور كان هناك فعلا تعاون سعودي ياباني في شتى المجالات. ولعلي أتذكر حتى خادم الحرمين الشريفين لما زار اليابان وقال ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية،
قال لهم في الجامعة أنه إحنا لدينا الكثير من المشتركات والقيم والمبادئ التي تضاهي أو تشابه مشتركاتكم اليابانية، فأنا أدعوكم لزيارة المملكة والتعرف عليها من قرب. هذا التشابه في النظام الثقافي والاجتماعي بالمناسبة مع اليابان يجعل السعودية واليابان أكثر قربا، ليس فقط تجاريا بل أيضا من الجانب الثقافي الذي أيضا يربط بين الأمم. نعم، أيضا الاستفادة من التجربة اليابانية دكتور عبد الله. التجربة اليابانية أولا هي رائدة، دولة خرجت من الحرب العالمية الثانية، دولة محطمة لكنها بنت الإنسان، بنت البلد، ولذلك أصبحت نموذجا يحتذى في بناء الإنسان. اليوم نحن الرؤية السعودية قائمة على ثلاثة مرتكزات نفلة، أحدها بناء الإنسان. هذه الرؤية لا يمكن أن تقوم إلا ببناء الإنسان. عندما نستلهم التجارب الناجحة، والتجربة اليابانية واحدة من هذه التجارب الناجحة، لا شك أنها ستنعكس بإذن الله على الإنسان السعودي. وهناك أكثر من 500 طالب وطالبة ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث ذهبوا أيضا ليستفيدوا فقط ليس من المعلومات أو المعلومات التقنية التي تتميز بها اليابان، بل أيضا من الروح اليابانية والحرص على بناء الإنسان والحرص على إعادة تأهيل الإنسان من جديد. اليابان لديها رؤية إنسانية تنموية قريبة بالمناسبة من نظامنا الاجتماعي، إذا لن تكون التجربة اليابانية غريبة على المجتمع السعودي. نعم، عودة إلى الملف السياسي دكتور عبد الله، يعني حيادية اليابان وموضوعيتها في العلاقات الدولية ودورها في العديد من الملفات، ماذا نتوقع من هذه الزيارة تحديدا في الملف الإيراني؟ طبعا سبقا زار شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني قبل عدة أشهر إيران، وهي أول زيارة له من لرئيس وزراء ياباني منذ 40 عاما. حاول تقريب وجهات النظر بينها وبين واشنطن، لكن إيران استبقته بأن أحد ميليشياتها حاول إعطاء أحد السفن اليابانية ناقلات النفط في الخليج، فكانت هذه رسالة قولية وفعلية عفوا بأنه الرسالة أو الزيارة لن تؤتي ثمارها. وتوصلت اليابان إلى أنه فعلا السياسة الإيرانية لا يمكن التفاهم معها وفق هذا المنطق، ولذلك صفرت اليابان منتجاتها النفطية من 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 إيران. ثم اليوم اتجهت مثل ما حضرتك ذكرت إلى الحياد، ولكن ننظر له إلى أنه حياد فعلا إيجابي. سيزور ثلاثة دول من دول الخليج، السعودية والإمارات وعمان. اليابان يهمها اليوم أمن الممرات المائية، خليج عمان وخليج عدن والبحر الأحمر وغيرها، لأن اليابان دولة جزيرة وبالتالي جميع تجاراتها وجميع أعمالها مرتبطة بأمن الممرات المائية. هي تسعى قدر الإمكان إلى أن تحمل مشروعا توافقيا يجنب العالم وليس فقط المنطقة أثار العربدة الإيرانية.